إن شكلي مريح. علي أن أحسن وألا أبقى هكذا. لم أفقد ناندو، ولكن لا يمكنني أن أبقى هنا مكتوفة اليدين. آي، رحلة جيدة. أعجبتكم الرحلة؟ يا إلهي، إنها سيارة رائعة جدا بني. لقد ربحت لي نصيب بالتعرف إلى والديك الحقيقيين، طبعا من دون أن تنسى أمك. أنا لا أستبدو يا أمي أجريبينا بسيارة كاتشيتا، وإن لم تأتي للعيش معي فلأنها لا تريد. لا بني، ماذا سأفعل في منزل كبير؟ لو أنك ترينه كاريدات يبدو كقصر من القصص الخرافية. باركني عربي. حماك الله بني، هيا هيا عد الآن إلى منزلك. أنت تعرف أن أمك تنزعج كثيرا أثناء غيابك. وأنت أمي أجريبينا، فلتنزل البركات من السماء وتحمك بني من كل شر وأذى، ولتغدق عليك النعم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أراكم يا حطان. إلى اللقاء. منديتو، ولا ينسى الفقراء أبدا. مساء الخير سيدي. مساء الخير كارلوتا. والداك ينتظران في الداخل. شكرا كارلوتا. مرحبا. أوي بني، ماذا فعلت وكيف حال أجريبينا؟ إنها بخير وقد فرحت كثيرا بالسيارة. أخذتها في نزهة مع عرابي وبعض الجيران. إذن أنت سعيد بسيارتك ناندو؟ نعم طبعا. بني، لقد رجع والدك الوضع المؤلم لإليزا، و والدك يعدك أنه سيبذل كل جهده لإبعادها عن ثوريا. أين هي إسبرانزا؟ أظنها في غرفة إليزا سيدتي. أين إسبرانزا؟ في المطبخ. ماذا تخفين؟ لا لا شيء. أعطيني هذا. علبة صغيرة للشوكولا، حكما هي هدية من معجب. لا لا أقسم لك لا. إذن أنت حاليا مغرمة. لا أقسم لك. لا تنكري ذلك. بمن؟ بمن أنت مغرمة؟ من أهداك علبة الشوكولا؟ من تكلم؟ من؟ من؟ لا تضربيني أرجوك. أخبريني حالا من أهداك علبة الشوكولا، وإلا فسأسلخ لك جلدك. وجود علبة الشوكولا لا يعني أنني مغرمة. سوف تتكلمين، ستتكلمين وإلا قتلتك. لا دعيني لا لا أرجوك لا. هيا خذ لك. ولكن هذا صراخ إليزا. نعم إسبرانسا، لابد أن السيدة تقوم بإيذائها. أنت مغرمة، هيا قلت تكلمي حالا. ليس لدي ما أقوله لك لا شيء. سأقتلع لك يدك، لا تجاوزيني. لا أرجوك. ولكن ماذا تفعلين لها؟ من؟ كانت تضربني فقط لأنها تقول إنني مغرمة. سيدتي من أين اختلقتها؟ أنا لست مغفلة إسبرانزا، وأنت تعرفين ذلك. من أعطاها علبة الشوكولا هذه وفي عيد العشاق أيضا؟ من؟ أنا أعطيتها إياها، ولا دخل لهذه العلبة بعيد العشاق. اشتريتها لها في يوم عادي. تراوغين. من يعجبها؟ من يعجبها ممن يقصدون منزلي؟ لا أحد. لا أحد، بل هي مغرمة. أخبريني بمن. إن كانت حقا مغرمة فبالحب نفسه. من الطبيعي أن تفكر بالحب. ولكن هذه لا يمكنها أن تفكر بالحب لأنها كسيحة. لن تجد أبدا من يحبها، من يرغب في أن يتزوجها. لذلك الأفضل لها أن تنسى قصة الغرام وإلى الأبد. لن أدع أحدا يسخر منها. لا يعقل أن يحبها أحد سوى لثروتها. لا تقولي لها هذه الأشياء. هكذا تكف عن الرومانسية.
وعلى ما شيئا. إن اكتشفت أنها على علاقة غرامية مع أحد الذين يقصدون منزلي يوما فهي ستندم، أقسم بأنها ستندم. اتصلي بالمدلكة إسبرانزا، فأنا متعبة. بماذا تفكر ناندو؟ قد تقولين لي أنني مضطرب أمي، لكنني كنت أفكر أنه إلى أن نخرج إليزا نهائيا من منزل تلك المرأة ثريا، علينا إيجاد طريقة ليراها طبيب علّه يتمكن من شفائها. ليست فكرة سيئة، ربما يمكنها أن تخرج خلصة من المنزل ونحن نأخذها إلى الطبيب المختص. ما رأيك لويس فرناندو؟ هذا ممكن، هكذا نعرف إن كان من الممكن أن تمشي الفتاة مجددا إن خضعت لعملية. سأكلمها. لا ناندو، قد تعرضها للخطر باتصالك. أطلبها أنا ناندو، وعندما تجيب أمررها لك. حسنا. أوربانو. نعم سيدي. اجلب الهاتف من فضلك. ألو، هل هذا منزل السيدة ثريا مونتينيغرو؟ من المتكلمة؟ إسبرانسا الخادمة. هذه إسبرانسا. إسبرانسا، أنا ناندو. سيدي قل بسرعة ما تريد، السيدة تنهي جلسة التدليك وقد تفاجئني في أي لحظة. أود أن أكلم إليزا. قل لي ماذا تريد. إليزا موجودة في غرفتها والسيدة تراقبها جيدا. لماذا؟ هل هي تشك؟ نعم، ليس بما سيفعله والدك ولا بأنكم تساعدوننا، بل تراقبها. قولي لها عندما تأتيان إلى هنا أبي وأمي سيأخذانها إلى اختصاصين لكي يعينها ويرى أن العملية تساعدها على المشي مجددا. هذا يكون رائعا سيدي، لكن من يدري متى نأتي. لا بأس لليوم. علي أن أقفل، لقد جاءت السيدة. عودي غدا بكرا. نعم سيدتي. من اتصل؟ اتصال خاطئ. حقا؟ وأنت تتكلمين منذ أن رن الهاتف وحتى الآن؟ من المتصل إسبرانزا؟ هذا ما حصل سيدتي، وأنا لا أسمح مطلقا باتصالات غامضة هنا، هل هذا مفهوم؟ كان اتصالا خاطئا ولم يكن غامضا. من الآن عندما يرن التليفون تجيب أي خادمة إلا أنت، فأنت هنا لخدمة الكسيحة ولما أمرك به. تذكري، لا أريد أن أسمعك وأنت تجيبين على التليفون. ما الأمر إسبرانسا؟ تلك وبختني إذ وجدتني أتكلم على الهاتف. مع من؟ مع سيد نانديتو. وعرفت أنه هو؟ لا حبيبتي، لم تعرف. نانديتو اتصل ليبلغني أن والده فعل شيئاً ليخرجني من هنا؟ لا لا إليزا، هذا لا يزال باكراً. قال عندما نذهب إلى هناك فإن أباه وأمه سيأخذانك لرؤية اختصاصي لكي يعاينك ويقول إن كنت تمشين بعد العملية. حقاً إسبرانسا، هل سيعتنون بمشاكل هناك؟ علينا أن نذهب إليهم. منذ أن تعرفت على نانديتو ازدادت رغبتي بالمشي مجدداً. كفى كفى، لا أظنك غبية لتقتل نفسك من أجل أحد. بلى من أجلك بلى، صدقني حاولت قتل نفسي، لا أقدر أن أعيش من دونك. ألا تصدق؟ انظر انظر انظر، ما زلت تشك أنني حاولت الانتحار من أجلك؟ Soy María, María la del barrio.
la dejo porque yo me pierdo sin su amor.